الإيمان بالقضاء وبالقدر، القدر له أربع مراتب يجب أن تفهمها ويجب أن تؤمن بها ويجب أن تعمل بمقتضاها. القدر له أربع مراتب مجموعة في قول القائل: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم وكتابة ومشيئة وخلق. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق والإيجاد، يعني لا يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير منه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتبه، ما يقع من شيء في هذا الكون إلا بخلقه عز وجل وبإيجاده. ولذلك ما يقع من خيرات ومن نعم من خلقه عز وجل، قدره عز وجل. ما يقع مما لا يلائم البشر من الفيضانات ومن الموت ومن الأوبئة وما شابه ذلك فهي بتقدير من الله. ما يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وبتقدير من الله. لكن الله عز وجل لما يعطي العباد الخير والنفع يعطيهم لذات النفع والخير، وإذا قدر عليهم الشر فإن هذا الشر ما خلقه الله لذات الشر، لا، سبحانه وتعالى، تعالى الله، ما خلقه لذات الشر، لكن خلق الشر لحكم ولخيرات باعتبارات أخرى. أنزل بك المرض شر بالنسبة إليك لكن لتعود إلى الله. أنزل الله المرض بفلان ذلكم الطاغية، يعتبر غيره من الناس، هذا خير. ما يقع من شيء من هذا الشر إلا بماذا؟ إلا بتقدير من الله عز وجل. فله خيرات. خلق الله عز وجل إبليس وهو شر محض لكن لحكم، لكي يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي يظهر دين الله، لكي يعلم الله عز وجل علما يترتب عليه الجزاء والحساب، وإلا فهو عالم بكل شيء قبل أن يخلق الشيء مما يترتب عليه جزاء ومحاسبة، من يؤمن، من يعرض، من يقبل على الله. ما يقع من ذنوب، من زنا، من لواط، من سرقة وما شابه ذلك، هذا بتقدير من الله. ما يقع شيء إلا بتقدير من الله لكن لحكم أرادها عز وجل. وقع آدم في الذنب بتقدير من الله عز وجل، لكن صار ذلك الذنب بعد توبته صار خيرا له. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانتبه، لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير من الله. إن كان خيرا فالله عز وجل أراده لذات الخير، وإن كان شرا فالله عز وجل لا يخلق الشر لذات الشر، وإنما يخلق الشر لحكم وخيرات باعتبارات أخرى.